الله يبارك فيك. شفت مباراة الأمس إزاي امبارح؟ خاصة يعني رغم الإجهاد الكبير لكن كان في روح عالية من لاعبي النادي الأهلي. توفيق جه للنادي الأهلي في الدقيقة 93 و22 سنة. بالتأكيد يعني النادي الأهلي بصراحة بيواصل الأداء الممتع في الفترة الأخيرة. احنا يعني الشهر ده يعتبر شهر صعب، احنا يعني يعتبر هنلعب 7 مباريات ولفينا 3 دول. 3 دول ازاي؟ انت يوم 2/12 بدات الاول بيانج افريكان في تنزانيا، سافرت تنزانيا، بعد كده يوم 8/12 لعبت شباب بلوزداد. يانج افريكان ده شباب بلوزداد في برج العرب، وشباب بلوزداد في برج العرب وبطل الجزائر. اه بعدين لعبت 3 فرق، اتحاد جده اللي هو اللي كان حامل لقب الدوري السعودي، وبعد كده فلومينينزي بطل امريكا الجنوبيه، وراوا الياباني بطل اسيا يوم 15 و18 و22. فكان صعب قوي ان انت تلعب يوم 25 ماتش سيراميكا وبعد كده 28 فيوتشر، يعني لعب 7 ماتشات في شهر. ولكن بصراحه الاداء ممتع. يمكن مارسيل كولر اتعامل مع المباراه بذكاء، حاول ان هو ما يلعبش في التشكيل كتير، غير بس 3 كريم فؤاد وطاهر ودخل عمرو السوليه بحيث ان هو يحافظ على الريتم، يحافظ على الضغط العالي. الفرق دلوقتي يا كابتن اسامه بقت بتعمل للنادي الاهلي 1000 حساب بسبب الاداء اللي بيقدمه النادي الاهلي والانجازات اللي بتحصل. يعني كل الفرق، يعني قارن كده ما بين سيراميكا في ماتش الدوري وماتش امبارح، هتلاقي لا ان سيراميكا امبارح واقف في وسط ملعبه بيلعب على الهجمه المرتده عكس ماتش الدوري. ماتش الدوري كان بيلعب بضغط عالي وريتم عالي، فهو كل الفرق خلاص بقت بتخاف من النادي الاهلي. توقع كمان كل الفرق اللي جايه ان هي هتلعبك جيم دفاعي، فده اللي احنا لازم نخلي بالنا منه الفتره الجايه. امبارح النادي الاهلي تفوق على مستوى الاستحواذ 61%، على مستوى المحاولات 19 محاوله، وده يحسب لمارسيل كولر. انت قدام سيراميكا عامل 19 محاوله، قدام اوراوا الياباني 15 محاوله، قدام فلومينينزي 20 محاوله، يعني بتروح على الجون كتير قوي. يعني الاهلي يعني الاهلي ما كسبش بالحظ امبارح يا دكتور. ده بعض البرامج يا كابتن اسامه، يعني خلاص يعني بعد الارقام اللي حضرتك بتقولها لنا على الهوا والاستحواذ والسيطره للنادي الاهلي في الاستحواذ والفرص وخلق الفرص، يعني الاهلي ما كسبش حظ، يعني كان الافضل بالارقام كمان. طبعا بالارقام وبالاداء وبالنتيجه. ممكن على فكره يعني الفوز يتاخر عادي، ده وارد، وممكن انت تكسب في البلاس 90. ما انت بتكسب في البلاس 90 ليه؟ لان انت ضاغط من الدقيقه الاولى وفارض ريتمك وفاضل سيطرتك، فطبيعي، والحظ ما بيجيش غير للمجتهد. كمان بصراحه امام عاشور فاق وفوق الاهلي معاه للامانه في المباراه الاخيره. امام بيقدم اداء كويس جدا، والميزه كمان ان هو بدا يسجل اهداف. طب وانت بتتكلم عن امام عاشور، شايف تألق إمام عاشور إزاي أصبح يعني واحد من العناصر الأساسية في طريقة مارسيل كولر، وكمان بقى بيوظفه النهاردة إمام عاشور، بنشوفه ممكن ناحية اليمين، بنشوفه ناحية الشمال، بنشوفه في عمق أو في قلب وسط الملعب، بيديله صلاحية دلوقتي وتكملة هجومية بشكل كبير. شايف تألق إمام عاشور إزاي يا دكتور سامي؟ إمام عاشور بصراحة لعيب كبير جدا، أحسن لاعب وسط في مصر حاليا، ويعتبر يعني لما بدا ينسجم مع النادي الاهلي وياخد اللعب بتاع النادي الاهلي واسلوب لعب النادي الاهلي بدا بصماته تبان. حتى لو جبنا الهدف، القرار اللاعب ان هو يبقى في الدقيقه 93، الدقيقه 93 والثانيه 20، يبقى الكره في وسط الملعب، يعني اي لعيب تاني هيشوف زميله جنبه يباظيها له او يعمل تمريره طوليه او مثلا يرقص واحد بكتير، لكن ده الكره كمان ايه؟ استخدام مارسيل كولر لامام عاشور في الدقائق الاخيره من عمر المباراه ان هو يروح جناح عشان يعمل جبهه ناحيه الشمال، فقدر ان هو ياخد القرار ويعدي من واحد ويعدي من الثاني ويروح. فده قرار لاعب، يعني بص حضرتك اهو هنا راح وعدى من الاول وبعد كده هيعدي من الثاني، ده قرار. وكمان تحرك كريم فؤاد لما قطع له على القريبه هو اللي لبخ المدافعين، يعني كمان قرار من امام عاشور، وبصراحه تحرك من كريم فؤاد. كريم فؤاد لما راح ناحيه اليمين بيجيد اكتر لما بيروح ناحيه الشمال. يعني كريم فؤاد عشان عدلته، عشان عدلته كريم فؤاد كمان اتحرك له على القريبه، كمان لبخ مع المدافعين، غير المهاره الفنيه اللي عملها امام عاشور. وده كمان لعيب ايه، يعني لما بدا يجيب الحاله البدنيه بتاعته بتشوف لعيب كبير، لعيب كبير قوي. كمان في كاس العالم للانديه كان بيلعب ناحيه اليمين بيعمل جبهه مع معلول، مع محمد هاني ومع بيرسي تاو، بتشوفه في الجنب الشمال، فده بصراحه نموذج للبوكس تو بوكس اللي احنا. طب تعالى اوريك الخريطه الحراريه بمباراه الامس وتحركات امام عاشور. انت بتتكلم دلوقتي واحد يعني اصبح من الجواكر في الفريق اللي بيعتمد عليها مارسيل كولر. معانا الخريطه الحراريه يا شباب؟ طيب هنعرضها دلوقتي. الخريطه الحراريه اتحرك في كل مكان معانا يا دكتور، معانا تحس ان واخده يعني بص من ال 18 لل 18
وتلاقيه بص هتلاقي ناحيه الشمال في تفرقه حمر، الحته الحمراء يعني اتحرك فيها كتير قوي، وناحيه اليمين يعني هتلاقي الجنبين اتحرك في اليمين واتحرك في الشمال. كمان ارقامه يا كابتن اسامه جميله جدا، يعني هو الاكثر في عدد المحاولات رغم ان هو لعيب 8. ده الميزه، اللعيب الحديث العنصر الحديث في الكوره ان الثمانية هو اللي بيكمل دايما جوه ال 18. بص دي كمان ارقامه مع الاهلي، ارقامه مع الاهلي لغايه دلوقتي هو صنع في الدوري 3 اهداف، في دوري ابطال افريقيا صنع هدفين، كاس العالم سجل هدف، في كاس السوبر اهو مساهم في هدف. فارقام اللي كان بينقص امام التسجيل في الماتشين الاخر بدا ان هو يسجل. هتلاقيه ماتش امبارح الاكثر قدام سيراميكا، الاكثر في عدد المحاولات والاكثر في عدد المحاولات الصحيحه، واكثر لاعب في المراوغات الناجحه، واكثر لاعب في استعاده الكره الثانيه، كمان بيعمل دور مهم جدا في الضغط والتكمله مع راس الحربه وعمليه الترحيل والضغط اللي بيعمله مارسيل كولر بطريقه ممتازه. وكل ده ايه واحنا بنتكلم على ان الفريق بيعاني من اجهاد، ان انت لاعب ماتش وراه الياباني يوم 22 وبعد كده بتلعب سيراميكا يوم 25. سيراميكا مريحه ما يقرب من حوالي، سيراميكا مريحه ما يقرب من حوالي 10 ايام. 10 ايام، ان انت الفريق الوحيد في العالم تقريبا اللي بيلعب في عدد المباريات ده، وبيلعب كمان ايه ويعني مع قاره، بتروح من قاره افريقيا لقاره اسيا في شهر واحد، يعني انت يانج افريكانز في تنزانيا وبعد كده بتروح السعوديه وبعد كده طالع على الامارات، ده في شهر واحد لافف 3 دول. دكتور ثابت، احنا عندنا يوم الخميس مباراه مهمه، صديق مورينيو بيفكر للاهلي في ايه؟ فورموسينيو طبعا، صديق مورينيو المدير الفني، يمكن هو مدرب تكتيكيا عالي جدا، ده المدير يعني الفني لفريق مودرن فيوتشر. تكتيكيا عالي جدا، يمكن بيراميدز كان هيبقى، انا شايف ان بيراميدز كان ممكن يكون اسهل شويه لان بيراميدز خطوطه يعني مش منظمه زي فيوتشر. الفريق الدفاعي ده يتعبك، الفريق المنظم اللي الجناحين بتاعه بيرتدوا بشكل كويس، حتى لو جبنا الحالات الفنيه اللي معانا تبص التنظيم بتاعهم والشكل الدفاعي اللي هي 4-5-1. بص يا كابتن اسامه في الصوره هتلاقي 4 قدامهم 5 قدامهم 1 اللي هو مروان محسن، الاربعه اللي ورا باسم علي وعلي الفيل ومحمد عبد السلام وجوزيف نجويم، الخمسه اللي قدامهم غنام محمد، على يمينه محمد فاروق وعلى شماله محمد صادق، ودرامي اللي هو الجناح الجنبي اللي هو عنده 20 سنه وعبد الكبير الوادي ناحيه الشمال، وقدام مروان محسن. بص المسافه